لن تتواصل فعاليات التظاهرة الثقافية بين الجزائر العاصمة ومدينة ميلانو الإيطالية، وفي يومها الثالث تم إبرام اتفاقية بين البلدين في تكوين أكثر من 30 شاب جزائري، وذلك من أجل ترميم المعالم التاريخية التي تزخر بها العاصمة مثل حي القصبة العتيق ومسجد كاتشاوا وقصر الداي وغيرها من معالم شاهدة على تاريخ لؤلؤة المتوسط إيكوزيوم. مبعوثة تلفزيون النهار ليليا داود من مدينة ميلانو الإيطالية بعثت بالتالي. هذه الشراكة بين المدينتين تسعى كذلك إلى مجالات متخصصة جدا ودقيقة بخصوص التراث الثقافي وترميم كذلك المدينة القديمة أو الأحياء القديمة أو العمران عموما، وأعتقد أن التكوين هو المجال المهم في هذا التعاون أو هذه الشراكة لتبادل التجارب ولكذلك تكوين الشباب في بعض التخصصات الدقيقة في مجالات ترميم التراث الثقافي وإعادة التأهيل للعمران القديم في ولاية الجزائر. دائما مشاهدينا مع تظاهرة الأسبوع العاصمي بمدينة ميلانو الإيطالية، حيث يعرض فنانون جزائريون أعمالهم الفوتوغرافية وكذا الحرفية للتعريف أكثر بالتقاليد الجزائرية وثقافتها التي تضرب في تاريخ أو في عمق تاريخ البشرية. المزيد في سياق التقرير التالي. من شوارع صنعت حضارات وتاريخ بنى على أسسه الإنسان وجوده، وبفكر فلسفي رسم معالم فنون وآداب لخصت حروف إبداعه. مدينة ميلانو الإيطالية تستضيف تاريخ وتراث العاصمة الجزائرية، حضارة ليست بغريبة عن المدينة الأثرية. تجسيد ثقافة الجوار، ثقافة التعاون، وأعتقد أنه خلال هذه الأيام سوف نمكن الجمهور من مشاهدة صورة أحسن وصورة أوفى عن الجزائر كبلد متجه نحو الرقي. importante poter stringere rapporti sempre più solidi e costanti attraverso la cultura della vostra Algeri, dell'Algeria e con Milano che è una città aperta, una città mondo aperta ai popoli. حرفيون جزائريون ومصورون فوتوغرافيون سافروا بمختلف الأعمال التي ترمز إلى موروث صنع معالم تاريخ شمال إفريقيا وتبرز جمال إيكوزيوم من خلال أنامل حافظت على تراث ها هو اليوم في تزاوج مع أعرق حضارات العالم. On a choisi ces photos-là qu'on a exposées pour montrer Alger, spécialement Alger, à Milan. يعني جبنا بعض المواد مصنوعة بالنحاس المضغوط يعني لتمثل الأكثرية الجزائر العاصمة، الأبواب، المرايات، والأواني المستعملة إلى حد الآن يعني في البيوت الجزائرية. هي متاحف احتضنت لوحات وأعمال فنية وحرفية سافرت بعادات وتقاليد جزائرية عاصمية ألبست مدينة ميلانو الأثرية بإيطاليا حلة أمازيغية إسلامية عربية. وفي موضوع آخر مشاهدينا الكرام، انطلقت عشية أمس الطبعة التاسعة للمهرجان الدولي للمنمنمات والزخرفة بمشاركة 26 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة. وتعد تركيا، إيران، الهند، باكستان، إندونيسيا ومصر من بين الدول التي دأبت على المشاركة في هذه التظاهرة التي تم العام الجاري دمجها مع المهرجان الدولي للخط العربي. عادل غضبان حضر الافتتاح وعاد بالتالي. بخصوص انطلاقة فتم التحضيرات بعرض اللوحات المشارك بها من فنانين من 26 دولة تشارك في هذه الدورة ل 2016. طبعا المهرجان سيكون هناك برنامج موازي للمهرجان في محاضرات وورشات تطبيقية في مجال الزخرفة والخط العربي والمنمنمات. À l'occasion de cette exposition qui est en train de se réaliser ici en Alger, le directeur général de ce centre est venu visiter l'Alger et à cette occasion, il vient de présenter avec Monsieur le ministre de la Culture les prix aux
aux artistes algériens qui ont gagné pendant cette exposition en Turquie. أنا فخور جدا أني مثلت الجزائر أحسن تمثيل والحمد لله وفقنا الله عز وجل وتوجنا وحصلنا على أتت تركيا إلى الجزائر وكرمتنا هنا بين إخواننا وأخواتنا في الجزائر. الجزائر تحتضن دائما كل عام الملتقى بطريقة جميلة جدا وتقرب الشعوب العربية من بعضها عن طريق ملتقى ثقافي دولي مثل هذا الملتقى الكبير. المشاركة في هذا المهرجان يمثل لي شيء يعني هو مهم جدا لأي خطاط سواء كان مبتدئ أو متقدم. وللراغبين مشاهدينا الكرام بالاستمتاع باللوحات المقدمة فإن المهرجان سيستمر لغاية 27 من الشهر الجاري. إذن إلى موضوع آخر وظاهرة اختطاف الأطفال التي استفحلت بالجزائر في الآونة الأخيرة شكلت محور فعاليات الأمسيات الشعرية التي نظمها اتحاد الكتاب الجزائريين بدار الثقافة لولاية أم البواقي في محاولة لتشخيص أسباب الظاهرة اجتماعيا وثقافيا. زميلنا رشيد مقدم حضر أمسيات الشعراء وعاد بالتالي. لحظة الانفعال هي لحظة الإبداع في الوجود الواقعي، مجال يتسع للنقاش والإثراء بالشعر والكلمة بين الشعراء والأدباء الذين تطرقوا خلال أمسيتهم الشعرية إلى ظاهرة اختطاف الأطفال من منظور الفكر والأدب. لهذه الظاهرة التي ظهرت في المجتمع الجزائري وهي غريبة عنه، غريبة عن تقاليده، غريبة عن أعرافه، غريبة عن تماسك الأسرة، غريبة عن كل القيم الدينية والإنسانية. ونرى أن هذه الظاهرة استفحلت بفعل بعض العوامل منها ضعف القيم وضعف الوازع الديني. أمسية شاعرية اتسعت بقراءات حول ظاهرة الاختطاف التي باتت تنخر المجتمع وبما تأثر الشاعر باغتيال البراءة. يا خاطب الكبده مني قل لي وين تروح من العذاب وقل لي كيفاش تعيش مهني كي اختطفها دون سباب. اذا راك فهم فهمني وعن سؤالي نحب جواب. غدرتني وغدورك لي محني انت مجرم انت منالك العقاب. وايضا هناك قراءات ادبيه وكانت مداخله لبعض الاساتذه حول هذه الظاهره، ظاهره اختطاف الاطفال بالجزائر. كلها سدي مشوار هكار تروح استوفراد وغبار هتجاثروان صدق قوار السنقاب ذيسن اموطيار. ارغموها على الموت وتبقى امراه، امراه هي الحب في احضان الشوق، امراه أقسمنا لها يوما فقلنا قسما بالنازلات الماحقات. شعر وأداء بحروف تحترق والأدب لا يحتاج إلا للحرية فالحرية قوام الحياة. حملاوي مرنيز واحد من الفنانين الموسيقيين المبدعين على آلة الأركوديون ومن الذين قدموا أكثر من 30 سنة خدمة للفن الموسيقي على خشبة أكبر المهرجانات الدولية. تقول سارة بالحور وفاروق دراوي في هذا التقرير. لم تكن مجرد جلسة مع عازف فحسب بل مع فنان قدير اسمه مرنيز حملاوي ابن مدينة مسيلة، فبأنامله التي تروض أصعب الآلات الموسيقية يتمرد هذا الفنان على أوتارها. قلت لك خدمت مع أحمد وهبي، خدمت مع جهيدة هاي هنا معايا في السموها، مع أنا زي مع باريزة، خدمت مع وش يقولوا لها فضيلة والصحراوي هذيك خدمنا مع قبل ما تزوج هي. حكاية هذا الفنان مع آلته حكاية عشق وحب للفن النظيف، فهو من بين أقدم الموسيقيين في مجاله ليصبح بعد ذلك نجما على الخشبة من خلال مشاركته في عدة حفلات ومهرجانات. والشي اللي يعجبك فيه الميزة اللي تعجبك في الحملوي ومانيش نزكي فيه والله كذا، هذه شهادة ونعتز بها على كل حال. ما كانش من جال الحملوي ولا شتو وما عطاش أغنية، عطاه كلمة، راه خدم معاه، عاونه، خدم معاه وما خلصوش، يعني مسيرة عقلية نتاع فنانين بمعنى الكلمة.
فنان سجل اسمه بأحرف من ذهب في خانة المبدعين الموسيقيين الذين برهنوا أنهم قادرين على إثبات قدراتهم بالرغم من تصنيفهم ضمن خانة المهمشين. بهذا مشاهدينا الكرام نطوي أوراقنا الثقافية، شكرا جزيلا لكم، يومكم سعيد، جمعة مباركة.